على الجانب الآخر بقى، نقل في الجول تصريح لمحمد حسين مدافع سيمبا التنزاني اللي قال فيه أن فريقه هيغير الاستراتيجية اللي لعب بيها في مصر، وقادته طبعا للهزيمة 5-0 هنا على ملعب برج العرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. قال حسين في المؤتمر الصحفي المباراة: خسرنا لصالح فريق طبعا كبير في مصر، لكن خطتنا هي تغيير الاستراتيجية. وقال كمان هتكون مباراة صعبة، لكن احنا عايزين برضو الثلاث نقط. وقال كمان مدافع فريق سيمبا ان الفوز على النادي الاهلي ممكن، مش حاجة مستحيلة. قال فوزنا في اول مباراة في المجموعة على شبيبة الثورة الجزائري، ممكن ان احنا نكرر الموضوع ده تاني.